السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جمالوكي مع ملاك. كما تعودت دائما انا درت لكم بزاف ديال كندورات اولا بيجامات، الحويجات اللي هما رطبين ديال الصيف اللي حنا غنلبسو ان شاء الله في هذا الصيف. هذا كنحاول ما امكن نعطيكم جميع الاشكال المختلفه. اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد البيجامه هذه ديال الدار. كما شفتوا هذا غير تويبات دوك الرطبين الروميين، ماشي ملحف، هذا تويب رومي. ها هو في البلو مارين ودخل فيه بزاف ديال الالوان، دخل فيه الشيبي خضر احمر صفر ازرق. كما قلت لكم صيفي تقريبا، داير بحال داك بحال هاواي. المهم هنا من بعد ما فصلناه صايبنا الكول ديالنا، دوزت ليه انا غرزه حشو غنحتاجو باش نخدموه. هنايا الكسبه، انا هاد البيجامه هذه كما شفتوا هو الارض ديالها بلو مارين عاد فيها الالوان الاخرين. انا بغيت ندخل فيها الاحمر حيت الاحمر هو اللي كيعطي مزيان، الا درت الالوان الاخرين ما غايجيوش واضحين. داكشي علاش بغيت ندير الاحمر. انا دائما كنخدم بالكسبه مباشره. وغنحتاجو هنايا كروشي، بالنسبه للكروشي دائما النمره 12 انا اللي كنخدم به، هذا هو اللي كيجيني مزيان. نتوما اي نمره ديال الكروشي كتخدموا بها تجيكم مزيانه صافي بلا ما تغيروها. وغنحتاجو هنايا ستيلو، ستيلو ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه ديال كيفاش نخدم هاد الكول هذا وتفهموا علاش غنديروا ستيلو. كما شفتوا هنايا في العرض ديالنا، هنا العرض نتوما اللي كتحكموا فيه، كل سيده تفتح القياس اللي بغات هي والذوق ديالها. كاين اللي كتبغي دير فتحه غير صغيره اي بحال هكذايا، كاين اللي كتبغي دير فتحه كبيره، كل وحده والذوق ديالها. المهم هو الطريقه، تاخذوا مني الطريقه والفكره، كل وحده تعرضها اولا تصغرها حسب الرغبه ديالها. بالنسبه لهنا في هذا المكان هذا هنايا درتو في كما كتشوفوا، ها هو في. انا اللي بغيت نوضح علاش هنا دابا غنحتاجو ستيلو، حيت هاد التويبات الرطبين اولا التويبات الروميين اولا ملاحف كيجي داك التحكم هنايا في في صعيب باش تخرجيه في يكون محرف. هنايا كيجي شويه صعيب، ماشي بدوك التويبات اللي كيكونوا واقفين اولا التويب ديال سميتو ديال المليفه اولا هذا كيجيك محرف، كتجي ديك النقطه في المكان ديالها. فالتويبات الرطبين كتجي شي شويه صعيبه. دابا هنا نوريكم الطريقه بالنسبه للاخوات اللي غتجيهم. انا راه هنا دابا انا مول فكنخدم هادشي، راه غنقادو من هنا ما غيبقاش ليا مقوس اولا شي حاجه. بالنسبه للاخوات اللي يلاه تيبداو يخدموا الكروشي غتشدو من هنا من الفوق، غتلاقيو هاد القناه هادو على هاد الشكل هذا وغتجبدوا الخدمه ديالكم هاي على هاد الشكل هذا. من هنا غتوصلوا دابا هنا هاد القناه ها هما هادو ديال الفي، غتقادو هادو بحالكم هنايا وتجيو هنايا باش تشوفوا داك الوسط ديال دابا داك هذاك الوسط، ديك الغرزه اللي في الوسط احنا غنتراسيوه مزيان بهذا السيلو هذا. ما تخافوش السيلو راه غادي يجي مضرك. هانتوما شفتوا التراسيها، نحاول نتراسيها مزيان. السيلو شتي كيما مكيبغيش يكتب مزيان في الخيط. صافي حنا من بعد ما غنتراسيو ونبداو الطريقه ديال الخدمه ديالنا نيشان. من بعد ما تراسينا ديك النقطه ها هي كما كتشوفوا، ها هي هذه هي النقطه اللي تراسيناها، هذا هو الوسط. ملي درنا تراسينا الوسط غنخليو غرزه وغنمشيو للثانيه. اذا انا مشيت للثالثه حزمت فيها غنهبط للثانيه، ملي هبطت للثانيه انا كونت هذه الغرزه هذه، غنلوي الخيط على الكروشي وغنجي في هذيك النقطه اللي انا علمت غندير فيها جوج اعمده. في النقطه اللي علمت انا ندير فيها جوج الاعمده كما قلت لكم، وغنمشيو مباشره للجهه الاخرى. غنخليو هذه الغرزه وغنشدو في الغرزه الثانيه على هذا الشكل هذا، وغنشدو في الغرزه الثانيه عاوتاني في الغرزه الثالثه، وغادي نديرو واحد سلسله وندورو عاوتاني الخدمه ديالنا على هذا الشكل هذا. وغادي نجيو غنلوي الخيط على الكروشي وغنجيو شي دوك جوج اعمده اللي درنا في جنبهم، كيبقى لنا واحد الفراغ صغير غنديرو فيه جوج اعمده على هذا الشكل هذا. غنديرو جوج اعمده، عفوا غنديرو غير عمود، وغنديرو جوج اعمده فوق هادوك جوج اعمده اللي حنا خدمنا في الاول. حنا درنا دابا عمود في داك الفراغ، غنديرو جوج اعمده
فوق هذوك الجوج اللي حنايا درنا في الاول حيت عمرنا جوج، وغادي نعاودو واحد عمود في الفراغ اللي حدا هذوك الجوج الاعمده على هذا الشكل هذا. دابا انا هنا ما تيبانش ليا مزيان، درت جوج في مكان واحد، غنرجع هنا في الاول هنا. دابا صايبتها، غنجي في هذه البلاصه هذه. هذا الخيط هذا راه في الاخير حنا غندفنوه بالبرا، حنا غنخليو غرزه غنمشيو للثانيه على هذا الشكل هذا. غنمشيو عاوتاني للغرزه الثانيه عفوا. ضروري كننقزو غرزه وكنديروا ثلاثه ديال الغرز حشو، ندير واحد السلسله عاد كندور عاوتاني كما شفتوا حنا شكلناه في الاول. دابا هنا غنديروا في الجنب ديالهم عاوتاني واحد سلسله هنا في الجنب ديالهم ماشي فوق هذوك الاربعه الاعمده اللي خدمنا. احنا درنا دابا عمود وغنخدموا فوق هذوك اربعه ديال الاعمده. هذوك الاربعه اللي عندنا في الوسط غنخدموا فوق منهم اربعه ديال الاعمده، فوق منهم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وهنا في الجنب في هذيك الواحد السلسله اللي كتبقى كنديروا عمود، وغادي نديروا واحد السلسله، وغادي ننقزوا واحد الغرزه وغنمشيو للغرزه الثانيه غنشدوها، وغادي نمشيو عاوتاني للغرزه حشو الثانيه ونديروا غرزه حشو الثالثه، وغنديروا واحد السلسله. غندلوي عاوتاني الخيط على الكروشي ونجيو في هاد واحد السلسله اللي كنخليو، وغادي نديرو فيها عمود. وهاد الوسطانيين كل عمود غنديرو فوق منه عمود صافي. غنبقاو غاديين في الوسط كاع دوك الاعمده اللي كتكون في الوسط، كل عمود غنديرو فوق منه عمود. كما قلت لكم كل عمود نديرو فوق منه عمود، وهذيك الواحد السلسله حتى هي غادي نديرو فيها عمود، وغنديرو عاوتاني واحد السلسله، وغادي نحسبو نخليو واحد الغرزه حشو وغنمشيو لغرزه حشو اللي حداها. احنا درنا واحد، احنا غنديرو جوج ثلاثه ديال الغرز حشو درناهم، نعاودو نديرو واحد السلسله، غندورو عاوتاني الخدمه ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. قالوا الخيط على الكروشي غادي نديرو واحد غرزه عمود على هذا الشكل هذا، وكل عمود غنديرو فوق منه عمود. كما قلت لكم كل عمود ندير فوق منه عمود. هاد الوسط دائما كل عمود كنديرو فوق منه عمود، وديك السلسله اللي كتكون في الاخير احنا غتشوفوها هاي، ديك السلسله اللي كنديرو هي هذه، كنلوي الخيط حتى هي وكنديرو وسط منها عمود وسط ديك السلسله، وغندير واحد السلسله وغادي نقزو غرزه وغنمشيو للغرزه اللي حداها، غنديرو غرزه حشو نعاود عاوتاني غرزه حشو حداها غرزه حشو، نعاودو نديرو غرزه حشو حداها عاوتاني غرزه حشو الثالثه، ثلاثه ديال الغرز حشو ضروري، ونديرو عاوتاني واحد السلسله كما شفتوا. هنا
هنا بزاف ديال الاخوات. انا بغيت نوضح انا هاد الكول هذا ما بغيتوش نوسعو بزاف، داكشي علاش كنزيد وحده غير من هنا وحده في الجنب وحده في الجنب. نتوما بغيتو تزيدو تعرضوه اكثر غديروا جوج هنايا وجوج هنا بديك الزياده اللي كتزيدو. هاد الزياده كتبقى اختياريه. دابا غادي ندورو عاوتاني الخدمه ديالنا في هاد واحد السلسله. دائما كنديرو عمود وكنبقاو غاديين، وهذوك الاعمده اللي في الوسط ما كيتغيروش، كل عمود كنخدمو فوق منو عمود. بلاصه داك العمود اللي درت الاول في ديك واحد السلسله كما قلت لكم، الا بغيتو تزيدو توسعوا الطوق ديالكم غتبقاو تزيدو جوج. انا بغيت نخليه شويه، ما بغيتوش يجيني واسع ما يتوسعش ليا، كندير فيه غير واحد. داكشي قلت لكم الا بغيتو تزيدو توسعوه اكثر توسعوه، بغيتو تخليوه يحتفظ بداك القياس ضيق خليوه يحتفظ. غنبقاو غاديين كل عمود نخدمو فوق منو عمود على هذا الشكل هذا. وديك واحد السلسله حتى هي كندير فيها عمود على هذا الشكل هذا، وندير عاوتاني واحد السلسله ونخلي واحد الغرزه ونمشي للغرزه الثانيه غندير فيها غرزه حشو، نعاود غرزه حشو الثانيه وندير غرزه حشو الثالثه. دابا ما غنديرش واحد السلسله صافي، علاش؟ حيت وصلت لهذاك الفي اللي انا بغيت اولا داك القياس اللي انا بغيت. هاد الفراغات هادو واخا تيبقاو لينا هادو معليش فراغات عاديين، واخا يبقاو لنا ماشي مشكل، حيت كون عمرنا جوج اعمده يقدر ما يبقاوش لينا. دابا غادي نحسبوا الوسط ديالنا. دابا هادي هي البدايه، غنحسبوا وسط هاد السلسله هادي غنجيو فيها وغنديروا عاوتاني عمود. دابا صافي غنبداو نجمعوا الخدمه ديالنا. درنا العمود الاول، غنديروا العمود الثاني ونديروا العمود الثالث ونديروا العمود الرابع، ربعة ديال الاعمده. غنخرج هذه الغرزه هذه باش ما يتكمش لينا تسربش لينا الخيط. غنجيو هنا غنحسبوا هنا عندنا واحد السلسله، واحد جوج ثلاثة أربعة، ها أربعة أربعة. إذا نزيدو هنايا هنا هي هادي، هنا غنديرو خمسة الأعمدة. دابا ها أربعة الأعمدة، نزيدو العمود الخامس على هاد الشكل هذا. ملي درنا خمسة الأعمدة غنديرو واحد السلسلة وغادي نحسبوا الجهه الاخرى، ها واحد ديك السلسله العمود الثاني الثالث الرابع الخامس. من بعد ما درنا خمسه الاعمده كما كتشوفوا، دابا غنديروا واحد السلسله، غنجيو الجهه الاخرى غنحسبوا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، غيبقاو لي هنا في الوسط ثلاثه ديال الفراغات. الاول الخيط في الكروشيه وغنخليو فراغ وغنمشيو الفراغ الثاني، غنديروا فيه عمود غنديرو سلسله عاوتاني عمود في نفس المكان، عاوتاني سلسله عاوتاني عمود في نفس المكان. بحال عندنا هاد المساحه اللي بقات عندنا هاد الاعمده كامل اللي عندنا هنايا كنقسموهم على ثلاثه، غنديرو خمسه الاعمده من هنايا وخمسه من الاعمده من هنا، والمساحه اللي كتبقى لي هنا في الوسط كنقسموها على جوج، كنديرو هاد ثلاثه ديال الاعمده كنديروهم في النقطه اللي كتجي في الوسط. درنا دابا دوك ثلاثه ديال الاعمده وغنديروا عاوتاني واحد السلسله وغنخليو واحد النقطه وغنمشيو للنقطه الثانيه وغنعمروا عاوتاني خمسه ديال الاعمده بحال الجهه الاخرى. حنا دابا درنا العمود الاول، ها العمود الثاني، عاوتاني العمود الثالث والعمود الرابع والعمود الخامس والاخير كما شفتوا.
صافي دابا حنا بالجناب ما غنبقاوش نزيدو واحد السلسله، غنخدمو مباشره، غنخلي واحد غرزه حشو، غنمشيو لغرزه حشو اللي فوق منها مباشره على هذا الشكل. هذا حنا درنا غرزه حشو الاولى، غنعاودو نديرو غرزه حشو الثانيه، غنعاودو عاوتاني نديرو غرزه حشو الثالثه على هذا الشكل هذا، وغندورو الخدمه ديالنا كما كتشوفوا. حنا دورنا الخدمه ديالنا مباشره فوق هذوك خمسه الاعمده، غنخدمو عاوتاني خمسه الاعمده ما كيتغيروش، هادو اللي في الجنب ما كيتغيروش نهائيا. حنا درنا دابا العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، والعمود الخامس. كما شفتوا ها هما درنا خمسه ديال الاعمده. دابا غنمشيو مباشره غنلوي بخيط على الكروشيه وغادي نعمرو فهذوك الاعمده. كيما شفتوا درنا ثلاثه ديال الاعمده وفرقناهم بسلسله سلسله. فداك الفراغ الاول غادي نعمرو ربعه ديال الاعمده. حنا درنا جوج اعمده، عاوتاني ثلاثه الاعمده والعمود الرابع. حنا من بعد ما عمرنا العمود الرابع غنديروا واحد السلسله وغنمشيو عاوتاني للفراغ الثاني وغادي نعمرو فيه حتى هويا ربعه ديال الاعمده. درنا دابا العمود الاول، عفوا العمود الاول والعمود الثاني، العمود عفوا ما عرفت مال هاد الخيط معصص، هاد الخيط كيبقى يزلق ليا. العمود الثالث والعمود الرابع صافي، ومباشره غنعمرو عاوتاني خمسه الاعمده فوق هذوك الخمسه ديال الاعمده اللي عندنا. هذوك خمسه الاعمده اللي كيكونوا في الجنب ما كيتغيروش دائما، تنعاودو نخدموهم هما نيت، التغيير كيكون في الوسط فقط. دابا فاش غنرجعو ثاني نوريكم كيفاش نعاودو نديرو عاوتاني داك السلسل اللي كيكون في الوسط. هاد الصدر كله غيكون عباره على غرزه عمود والسلسل اللي كتكون في الوسط. شي حاجه خفيفه سهله وسامبل، واي وحده يلاه مبتدئه ضروري هاد الاساسيات تكون عارفاهم، تقدر ان شاء الله تخدم هاد نص الطوق هذا. دابا كملنا، غنخليو واحد الغرزه ديال الحشو ما كتخدمش، وغنمشيو الغرزه حشو اللي فوق منها نديرو فيها غرزه حشو، عاوتاني غرزه حشو الثانيه وغرزه حشو الثالثه ضروري هاد الطريقه هذه. غنعاودو عاوتاني ندورو الخدمه ديالنا كما كتشوفوا، ها هي الخدمه ديالنا بدات كتوضح. دابا غنعاودو عاوتاني دوك الخمسه الاعمده ما كيتغيروش، كتخدمو مباشره فوق منهم ما كديرو لا واحد السلسله لا والو. حيت دابا صافي الخدمه ديالنا راها بدات كتجمع. العمود الثاني درناه، العمود الثالث عاوتاني، العمود الرابع، والعمود الخامس والاخير. ضروري تبقاو تحسبوا. دابا ملي درنا خمسه الاعمده هنا غنديروا واحد السلسله وغنمشيو مباشره، حيت درت اربعه الاعمده، درنا اربعه الاعمده، درنا واحد السلسله على اربعه الاعمده، فهاديك واحد السلسله غنديروا فيها عمود، غنعاودو نديروا واحد السلسله وغادي نديروا عمود، غنعاودو عاوتاني واحد السلسله وغادي نديروا عمود على هذا الشكل هذا. عاوتاني غادي ندير واحد السلسله وغنمشيو مباشره لهذوك الغرز الخمسه وغادي نعمروهم بخمسه صافي على هذا الشكل هذا. هذه الطريقه ديال هذه الخدمه هذه، وهذا هو الجزء الاول. كما قلت لكم هذه الخدمه هذه سهله بزاف، الاخوات كيطلبون تيقول لكم بغاو شي خدمه سهله، نحاول نحط لهم هذه كتطلع اسرع ما يكون وسهله، وكلشي ان شاء الله يقدر يديرها صافي. وغتبقاو غادي مستمرين، سطر كتحطوا فيه وسطر كتعمروه، وهاد خمسه ديال الاعمده اللي كتكون من هنا ومن هنا ما كتغيرش دائما، كتخدموا خمسه ديال الاعمده. نتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني باش تفهموا معايا الطريقه كيفاش وصل داك الكول وكيفاش نفرقوا ان شاء الله. بسلامه.